تفسير عايزينك تقولي لنا كلمة أو نصيحة للأمهات المستجدات. حاولي طول الوقت ما تمحوريش حياتك حوالين البيبي، وإن البيبي هو ممكن ياخد مساحة من يومك زي مساحة الشغل، كأنك بتشتغلي 8 ساعات، حاولي ما تديش الشغل أكتر من 8 ساعات. البيبي ده محتاج اليوم كله، مفيش مشكلة، بس حاولي يكون فيه ساعة ساعتين هروب لنفسك. شوية. ساعة ساعتين ايه ده، لنفسك. اهرب ازاي؟ ده هو شاغل اليوم كله، ده بصي ده بيعيط ما بيسكتش، ده مش لا تقدري ان انتي ما تمحوريش حياتك حوالين الطفل ده، ما تستسلميش. ربنا خلق عشان فيكي تبقي قادره له هو كمان. بالظبط بالظبط، بلاش استسلام، اتبصي معاه. بصي لو في أسوأ الظروف هو لابسه لابسه، يعني مش مفيش حل ان انتي تفكي منه خالص. اصل فايا كانت معايا كده، فايا اتولدت وقعدت معايا 4 سنين، احنا قاعدين في بعض، بعيد عن اهلي، بعيد عن اهل جوزي، بعيد عن كل الناس، انا قاعده بيها اليوم كله، هي اتعلقت بيكي مفيش اي حد جدا شايلها معايا. طبعا. ايوه، فكنت مضطره ان انا اتبسط بيها، ابسطها هي كمان معايا من اول ما كانت بيبي صغيره. يا ستي انزلي لفي في الشارع، لفي بالعربيه، مشي تمشي شويه، هاتي ازازه ميه من البيت اشربيها في الشارع بدل ما انت قاعده بيها في البيت. اعملي اي حاجه تخليكي مش محور حياتك طول اليوم هو البيبي. ممكن ده يحصل في ايام بعد الشر، تعبان، ايام الولد في مشكله، دي الايام اللي احنا كلنا بتعدي علينا فعلا، ايام يعني بتبقى صعبه جدا، أكيد. لكن غير كده لا، اشركيه في حياتك، والعكس، انت اللي متحكمه في يومك مش البيبي هو اللي متحكم في يومك. حاولي طول الوقت انت اللي تكوني مسيطره. يعني ما تسحليش حياتك بس على البيبي، يبقى لا عندك حياتك الخاصة برضو، لا صح؟ خالص، انا كنت ببقى فايه معايا في الكارير اللي انا لابساها في الشقه، واي ما بعمل بيها المواعين، واي ما بكنس بيها الشقه، واي ما وهي ساكته انا يعتبر شايلاها. بحط شويه ميك اب كده وانا قاعده اهو، بروق على نفسي، هي الحاجات البسيطه دي. اصل انت فاكره ايوه ايه يعني؟ ما مش هتاخديها وتروحي تسهري، لا، ايوه انت هتعملي بالبيبي نفس الاكتيفيتيز اللي عندك في اليوم، ولكن بالشكل اللي ممكن يريحك انت برضو. يعني ما يبقاش البيبي هو محور الحياه كلها، صعب.